أهلا مشاهدينا من جديد. قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين عبر حسابه على موقع تويتر، قال إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بإقامة مزاين للإبل بالمناطق إضافة إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. هاتفيا ينضم إلينا إذن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين. مساء الخير وأهلا بك معنا بنشرة التاسعة. إذن تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع وعن هذه الجائزة. أهلا، مساء النور أختي الكريمة. أولا أحب نيابة عن نادي الإبل وجميع ملاك الإبل أن أشكر مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه حقيقة اللي أعتبرها مكرمة، لأن إقامة مزاين لجميع مناطق المملكة 13 إن شاء الله حتكون حترفع أسواق أسعار الإبل حقيقة في جميع الخليج وليس في المملكة فقط. نعم. أضف إلى ذلك أحب أن أنوه أن إحنا أخذنا الضوء الأخضر في بدء الدراسة. التوجيه جانا قريبا وهو بدء الدراسة، فلا أحد يسألنا قريبا إيش حتسووا إيش حتحطوا، هو إحنا تونا نبتدي الدراسة. ولا حتى عن الاستعدادات سيد فهد، يعني لا شك أنه ستشمل كل المناطق، لا شك أنه الاستعدادات والتحضيرات ستكون كبيرة وبحجم أكبر. بإذن الله بإذن الله، وإذا كانت في المناطق حتكون تحت رعاية أمراء المناطق بإذن الله، ولكن ما زلنا تحت الدراسة أو لسه في بدء الدراسة بإذن الله إن شاء الله. يعني ولكن هذا خبر نعم. هذا خبر يسر جميع ملاك والمهتمين في الإبل في جميع منطقة الخليج العربي. نعم، ونحن نشكر لك يعني مشاركتك معنا عبر التاسعة، ونتمنى لكم كل التوفيق في النادي. إذن هاتفيا كنت معنا رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين.